الحمد والف شكر لك يا رب، حمل وتزحمن عليا. تصدق يا مصطفى، من ساعه ما قلت لي انك كلمت فتحي عشان يشوف لك عقد عمل وانا عيني ما غمضت لهاش جفن طول الليل، بقيت اقول ياه هيجي يوم عليا الصبح ما لاقيش مصطفى واقول له صباح الخير. طب وبالليل هقول لمين تصبح على خير؟ يا مصطفى، لا 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 لا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك العمر كله ولا يحرم ولادك منك. ده انت دخلتك عليا وقعدتك في وسط ولادك تساوي كنوز الدنيا يا مصطفى. وانا يعني لما فكرت في السفر كان ليه؟ ما هو كان غصب عني برضه يا سعاد. لكن بصراحه لما قعدت مع فتحي وبصيت في وشه ولقيته معايا ومش معايا، وشه شارد، قلت معقول ده فتحي جوز اختي اللي كان ما بيبطلش ضحك. ايه؟ تقول ايه؟ عايز 100,000 جنيه؟ مش انا اللي عايز يا فتحي، شركة السياحة هي اللي عايزة، اللي هنبقى فيها شركة احنا الاتنين. انت هتدفع 100,000 جنيه تأمين لوزارة السياحة، وانا هجيب اوضتين على شارع عمومي تمنهم لا يقل برضو عن 100,000 جنيه، واي مصاريف وتكاليف هتبقى برضو بالنص بيني وبينك. ايوه يا حسين، بس الموضوع ده عايز مني تفكير كتير وكتير قوي كمان. طب وانت بتفكر يا فتحي اوعى تنسى الكلام اللي قلناه، انك انت مش عايز ترجع شغلك وانا كمان سبت شغلي، يعني احنا الاتنين في الهوا سوا، يعني بمعنى اصح احنا الاتنين في مفترق الطريق. انت راجع بعد 10 سنين غربة عايز تبتدي من الاول وجديد، وانا كمان عايز ابتدي كل حاجة في حياتي من اول وجديد. الموضوع المهم اللي ابنك حسين جاي يكلمنا فيه. متهيألي يا سي محمود والله اعلم ان هو جاي يقول لنا ان هو خلاص قرر يصالح مراته ويرجعها البيت. لا، لو كان كده كان كلمنا هو وهي واولاده كمان. معقول؟ امال هيكون ايه يعني؟ اكيد ابننا عايز مننا حاجه، ويكون في علمك لو طلب منك سيرتك اوعى تديها له. معقول؟ هو انا معقول اديله سختي وزعل مني ولاد الباقيين؟ لا مش ممكن. اكيد هو. امي، ابويا، احبائي، اعزائي، عندي لكم خبر يجنن هيسعدكم ويفرحكم ويطمنكم عليا طول العمر. خير يا حسين؟ خير يا امي طبعا خير، وهيعم علينا كلنا ان شاء الله وهيسعدكم ويسعدنا. بتتكلم على طول يا ابني؟ في ايه؟ ببساطه شديده يا بابا، انا قررت اعمل شركه سياحه. حلو قوي يا حسين. لا يا زينب، قبل ما تقولي له حلو اساليه عندك رسمال تعمل بيه الشركه؟ ايوه عندي. فين الرسمال ده؟ الصاله دي يا بابا. الصاله دي؟ ازاي يا ابني؟ صاله ايه؟ يعني حضراتكم يا تخشوا معايا شركه بقيمتها يا اما اجرها منكم. ازاي الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني يا امي انا هاخد الصاله دي واعملها مقر للشركه، وافتح باب تاني للشقه، والشقه هي واسعه جوه والاوض فاضيه. فهمتك يا حسين، قصدك يعني تعمل حيطة كبيرة بين الصالة وبين الأوض. بالظبط يا بابا، عشان الصالة دي على الشارع، فأنا هعمل اليافطة وواكهة الشركة على الشارع، وأنا وأمك نخش في الأوض اللي جوه. بالظبط، وزي ما اتفقت معاكم يا إما هنبقى شركة يا إما أجرها منكم، وإن شاء الله إن شاء الله أول ما الشركة تشتغل وتكسب فلوس أنا تحت أمركم في أي حاجة. سي محمود، اللي قاعد بيتكلم ده ابننا ولا واحد غريب؟ غريب؟ حسين، الباب اللي انت دخلت منه لسه مفتوح، ممكن تخرج منه. اخرج؟ واقفل الباب وراك. اخرج ليه يا بابا؟ انا عملت ايه؟ ما انتش عارف عملت ايه؟ لا طبعا. ما دي المصيبه. وكمان مصيبه يا بابا؟ ما هو لما تعمى عينك وما تشوفش غير مصلحتك وبس، مش تبقى مصيبه ولا ايه؟ لما تكون عايز تحرم امك وابوك من نسمه الهوا اللي بتدخل لهم تبقى مصيبه ولا لا؟ والمصيبه الاكبر انك ما فكرتش قبل ما تيجي تتكلم. افكر؟ افكر ليه يا بابا؟ ده انا جاي لامي وابويا عشان ياخدوا بايدي ويقفوا جنبي لحد ما احقق الحلم. هحقق مستقبلي واقف على رجلي. يا بابا انا تعبان، مخنوق، حاسس ان انا طاير في الهواء، لا رجلي طايله ارض ولا في سما تضلل عليا.
صدقت لقيت المشروع ده تجري جري على اقرب الناس ليا، ابويا وامي. لكن يا خساره يا خساره، حاسس ان كل الابواب اتقفلت في وشي، حلم انكسر جوايا، كل شيء انتهى. هاتي له كوبايه ليمون يا زينب. حاضر حاضر يا سيد محمود. عيط عيط، خلي الدموع تمسح الغشاوه اللي على عينيك. غشاوه ايه يا بابا؟ لا يا الطاف، لا لا، انا لا يمكن هتنازل عن الحلم اللي عشته طول عمري احلم بيه. انا اتغربت السنين دي كلها عشان اقدر اصرف على كمال في كليه الطب، ويجي اليوم اللي اقدر امشي فيه في اكبر شارع واوسع ميدان وارفع راسي لفوق وابص بعينيا الاقي يافطه مكتوب عليها بالخط العريض الدكتور كمال، الدكتور كمال فتح المنيري، وابقى انا ابو الدكتور. مش انت لوحدك اللي حلمت يا فتحي، انا كمان حلمت معاك، لكن السنين اللي فاتت واهمل ابنك للمذاكرة كان كل يوم بيكسر حتة بالحلم ده، لدرجة اني قلت لنفسي يا بنت غيري الحلم، وبدل ما تبي ام الدكتور خليكي ام الدكتورة، وان شاء الله هيحصل. انا بقى لا يمكن هتنازل عن حلم عمري، وان شاء الله ان شاء الله هبعت ابني عند عمه ياخد الثانويه العامه من هناك ويجيب مجموع كبير ويجي ويخش كليه الطب ويبقى الدكتور، الدكتور كمال، كمال فتح المنيري، ويحقق حلم عمري. صعب اللي بتحلم بيه ده يا ابني، صعب. ليه؟ لان كل انسان وله ظروف. احنا ظروفنا حلوه والحمد لله يا سي محمود، طول عمرك تعبان وشقيان عشان تصرف على اولادك في المدارس والجامعات، وانت تعبتي وكديتي وربيتي احسن تربيه يا ام الطاف ومصطفى وحسين وسميحه. الحمد لله يا سي محمود، اولادنا كلهم طلعوا اخلاقهم كويسه وحنينين وعينيهم مليانه، وانت يا حسين يا ابني اخر العنقود، الحمد لله اتخرجت من الجامعه وتوظفت في احسن وظيفه. وظيفة محدودة، اتخنقت جواها واتخنق طموحي، اتحرمت من كل أحلامي. وانت لما تحلم انك تبقى صاحب شركة سياحة وانت معكش من حقها 10 قروش يبقى الحلم ده مستحيل؟ مفيش حاجة مستحيلة يا بابا، ياما ناس أصحاب ملايين وبدأوا من مفيش. أبوك يا ابني عنده أطيان ولا عزبة بيجري فيها الخيل؟ لا، أبوك يا ابني كان تاجر أيام الحرب واغتنم من تجارة الخردة والسوق السوداء؟ لا، أبوك يا ابني عنده شركات وعقارات طلع للدنيا لقاه ورثهم عن أجداده الله يرحمه؟ برضه لا. يبقى مادام لا ده ولا ده ولا ده، يبقى يا ابني مفيش خميرة تبتدي بها مشروعك يا دنيا. لا يا ماما، في خميرة، الصالة دي، الصالة دي هي اللي هبتدي بيها المشروع، هي الخميرة اللي هبتدي بيها يا ماما واحقق الحلم. خلاص يا ابني اعمل اللي انت عايزه. ايوه يا دناي، من بكره تعالى ابن الحيطه واحبس امك وابوك بين 4 حيطان. وعندك برضو الفراندا اعمل فيها اللي انت عايزه. معلش يا زينب هنتحرم من نسمة الهوا. خلاص يا بابا، خلاص يا ماما، انا ما عدتش عايز حاجه منك، بس هقول لكم كلمه واحده، أنا لا يمكن هفرط في الحلم اللي جوايا ولا هخنق طموحي، وبرضه هقولها لكم تاني، مفيش حاجة اسمها مستحيل. استنى يا حسين يا ابني، أنا ربيتك يا ابني وعملت اللي عليا، وأنت مش صغير، عقلك في راسك تعرف خلاصك. المهم يا ابني أوعى تطاطي راسك عشان تحقق الحلم المستحيل.
ربنا معاك يا دنايا. بقول لك يا حسين، الجبن يا اخويا سيد الاخلاق. انا لا عايز مشاريع ولا شركات، هحط فلوسي في البنك والقرش اللي يطلع منها هعيش بيه انا واولادي، والحمد لله على كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انسى. انسى؟ زي ما انا هنسى. انت تنسى اه، انما انا لا. لا يا استاذ فتحي. الله، حسين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حسين كان جاي في ايه وخرج ليه؟ حط الشاي واقعدي وانا احكي. اقعدي. أمل يا ماما. أمل؟ طب ما أنت مألف مقطوعة قبل كده اسمها أمل برضو. المقطوعة اللي فاتت كان فيها نبرة حزن، لكن المقطوعة دي فيها تفاؤل. جميل قوي. يبقى هي دي بقى المقطوعة اللي هتمتحن بيها في المعهد، مش كده؟ بس اتأخروا، لسه ما بعتوليش عليهم الامتحان لحد دلوقتي، مش عارف ليه. بابا كل يوم بيفوت على المعهد عشان خاطر يعرف ميعاد الامتحان. يا حبيبي يا بابا، طول عمرك حامل همي. انت عمرك ما كنت همي يا امجد، ده انت حلم وامل. على فكره يا ماما، انا عايز امل تسمع. امل؟ امل بنت خالك مصطفى؟ هي يا ماما. هو في عيلتنا كام امل؟ عايز امل بس هي اللي تسمعها. ما احنا بقالنا كتير ما بنروحش عند جدي وجدتي يوم الجمعه. فعلا الايام عماله تمر واحنا مش عارفين نتقابل. ليه يا ماما؟ ليه مش عارفين نتقابل؟ موضوع خالك حسين وتهاني شاغلنا قوي يا امجد. طيب ما تحاولي تصالحيهم. امجد الكلام هياخدنا وانا لازم اخش المطبخ. بس انتي راجع من الشغل تعبانه يا ماما. ما هو انا لازم اخش اطبخ وبسرعه كمان. منال بتقدم ورقها في مكتب التنسيق واكيد هترجع جعان، وبابا كمان طالب مني بسله وانا جبتها. خلاص يبقى اساعدك. تساعدني؟ ايوه هفصص لك البسله. ماشي يا دكتور، ان شاء الله. مع السلامه. ايه يا دكتور هشام، تحب اجي معاك مكتب التنسيق وانت بتملى الرغبات؟ متشكر قوي يا بيه. احسن تغلط وتكتب حقوق ولا هندسه ولا تجاره؟ لا 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 ما تقلقش، الطب ثم الطب ثم الطب. طيب تحب اوصلك في طريق؟ لا متشكر، اصل انا ورايا شويه حاجات كده هعملها، هفطر يعني. هسيبك تشوف اللي وراك. ماشي. الحمد لله اللي جت على قد كده. واوعى يا فتحي، اوعى تشارك حد من اخواتي في حاجه. ما انا برضو قلت كده. أنا جاهز. رايح فين؟ هيدفع اشتراك النادي. طب ما تستنى لما كمال يصحى وهو يروح يدفع الاشتراك. وأنا لأ، ليه بقى يا ست ماما؟ عشان كمال هو الكبير. الكبير؟ الكبير نايم يا ست هاني. بقول لك إيه يا أسامة؟
خد يا حبيبي، خد الفلوس دي روح ادفع اشتراك النادي، واللي يتبقى اتشبرق بيه انت واصحابك. هتبقى ايه يا بابا؟ ده مش هيفضل حتى ولا حق التاكسي اللي هروح بيه. لا لا لا، انت لازم تمسك ايدك شويه يا اسامه. امر الله، خد دي كمان عشان تتفسح وتنبسط. دي للمواصلات؟ لكله بقى كله. طب ما تاخدها حضرتك وانا اخدها. هات يا. لا لا يا ولد. وبعدين كمان اعدي على سامح ابن خالي اخده ونروح النادي. طيب يلا يا حبيبي. بس الفلوس. يلا بقى خلاص، مع السلامه. باي باي. بقول لك ايه يا الطاف؟ اي. كاميليا راحت فين؟ كاميليا؟ كاميليا راحت تقدم ورقها المكتب التنسيب. امال لما سالتك عليها قلت لي خرجت تشتري لك حاجات ليه؟ ما هو من ساعه ما قلت لي على حكايه الخطوبه وانا خايفه تمنعها تقدم اوراقها للجامعه. لا انا مش همنعها ولا حاجه، بس تقدمها زي قلته، لاني خلاص هفتحها في الموضوع النهارده. لا 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 لا، بلاش. بلاش بلاش ليه؟ لان انا مش موافقه انك تجوزها قبل ما تكمل تعليمها. الطاف، من امتى انت بتوافقي او ما توافقيش؟ انا هنا بس صاحب الكلمه في البيت ده، سامعه؟ غريبة. وإيه بقى الغريب في كلامي؟ كله كله يا فتحي. يعني إيه؟ يعني زمان قبل ما تسافر كنت دايما تقول لي ما توافقيش على حاجة غير ما تكوني موافقة من قلبك. ما تقوليش على حاجة لأ قبل ما تفكري كويس. الكلام ده كان زمان. زمان يا ألطاف، قبل ما أتخنق في الغربة وما أشوفش غير مصلحة ولادي. بس جواز كاميليا دلوقتي مش في مصلحتها يا فتحي. مصلحتها يا هانم انا عارفها كويس، وخلاص الموضوع ده انتهى. انا اتفقت، العريس جاي بعد اسبوع يقرا الفاتحه ويقدم الشبكه ويتفق على ميعاد كتب الكتاب. مستحيل يا فتحي، مستحيل. المستحيل ان حد يكسر كلامي، وانا بس اللي عارف مصلحه بنتي فين. مصلحتها انها تكمل تعليمها، مصلحتها انها تحقق حلمها اللي سهرت الليالي عشان تحققه. هي يا ابني كتبت أول رغبة إيه؟ هندسة طبعًا. يا ست الكل ما تقلقيش، أول رغبة هندسة وآخر رغبة هندسة. يا رب. بقول لك يا ناجي، مش ممكن يعني يحذفوك كده أي كلية تانية؟ يا ست الكل ما تقلقيش، أنا مجموعي أعلى من المجموع اللي هما طالبينه. يجعلك عالي دايمًا يا ابن بطني يا رب. كان نفسي ماما يكون بابا موجود معانا دلوقتي علشان يشوفنا لو حقق له حلمه. الله يرحمه. هو حلمه هو بس؟ يعني مش حلمك انت كمان؟ لا طبعا، حلم انا كمان. خلاص؟ قدمت اوراقك يا دكتوره؟ وانت كمان خلاص يا دكتور قدمت اوراقك؟ بس خايف. خايف؟ خايف من ايه بقى ان شاء الله؟ خايف احسن احسن. ايه اتكلم. خايف احسن مجموعه يجيبني طب اسيوط مثلا. اه وانا مجموعه يجيبني طب المنصوره مثلا، مش كده؟ لا انت اكيد ان شاء الله هيجيلك طب القاهره، انت جايبه مجموعه اكبر مني. كل ده على نمرتين. عشان كده خايف الحلم ما يتحققش. حلم ايه يا هشام؟ حلم ان احنا الاثنين نبقى في كليه واحده ونتخرج احنا الاثنين ونفتح عياده واحده وبعد كده نعيش حياه مستقله والاخر يوم في عمرنا. عاطف يا عاطف، مالك يا عاطف؟ من ساعة ما سلمت ورقة كنت حزين. حلم اتخنق جوايا يا منال. أدينا هو أخش كلية الهندسة. وانا طول عمري طول عمري كنت بحلم اخش معهد فنون مسرحيه. تستاهل يا عاطف. تستاهل؟ انت اللي بتقولي لي كده يا منال؟ ايوه، لانك اتنازلت عن حلمك بمنتهى السهوله. ما انا كمان ما كنتش اقدر اتنازل عن حلم بابا، ده حلمه برضه. كان لازم تكلمه وتقنعه برايك ووجهه نظرك. يا بختك يا منال، تتكلمي وانت كلك ثقه ومقتنعه بكل حاجه بتقوليها وبتعمليها. وده لاني انا وبابا متفاهمين في كل حاجه، وبعدين هم عارفين ان انا لما بختار حاجه بكون قد مسؤوليتي. وعشان كده انا معجب بيكي قوي. معجب بيا؟ يعني انا قصدي ان انت قد المسؤوليه في كل حاجه وانا معجب بيكي بارائك وافكارك. دي شهاده اعتز بيها يا ابن خالي. دي الحقيقه يا بنت عمتي، وعشان كده انا هقرا لك اول مسرحيه كتبتها وهتبقي من هنا ورايح قارئتي وناقدتي الاولى والاخيره.
لا لو كده بقى يبقى تجيبها وانا اقراها. اشمعنى؟ انا عايز اقراها لك بنفسي عشان اعبر لك عن احاسيسي ومشاعري. لا 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 انت كده هتاثر على المحكمه، انت تديها لي وانا اقراها واقول لك رايي فيها بصراحه. خلاص يا ست، ايه رايك تيجي النهارده تتغدي عندنا وانت ماشيه تبقى تاخدي المسرحيه؟ لا تعالى انت تعشى معايا لو هاتها معاك، وخلي امل كمان تيجي معاك. امل؟ اشمعنى امل يعني؟ اصل امجد اخويا مؤلف مقطوعه موسيقيه جديده وعايز يسمعها لامل. مقطوعه؟ اه طيب ماشي، يبقى اعملي حسابك انك تنتظرينا النهارده على العشاء. وعلى فكره انا بحب اتعشى جبنه وخيار ومن ايديك. حقيقي يا منال يعني امل بنت خالي هتيجي النهارده عشان تسمع اخر مقطوعه انا الفتها، وعاطف كمان جاي معاها عشان يقرا لي مسرحيته الجديده. يظهر ان عيله محمود عبد الراضي دي كلها مواهب. بس المهم انها تطلع للنور. يا سلام، انا اسعد انسان في الدنيا. معقول انا بقيت ابو الباشمهندس عاطف؟ وانا يا مصطفى انا كمان بقيت امه. على فكره انا من بكره هروح للمدير بتاعي وهقول له قبل ما اطلع معاش لازم ابن الباشمهندس عاطف يكون متعين مكاني. أرجوك بلاش الكلام ده دلوقتي. هو في إيه يا بابا؟ أبدا يا بنتي، أنا بس قلقان عليكي. طب وحضرتك حامل همي في إيه؟ لسه هتقعدي تدرسي 6 سنين بحالهم؟ بابا أنا مش قادرة أفهم حضرتك عايز إيه بالظبط. أمك هتبقى تقولك. إيه يا كمال يا حبيبي؟ انت ايه اللي زعلك وقومك كده؟ اعمل ايه بس يا بابا؟ ما هي ست كاميليا ملهاش كلام غير انها هتبقى الدكتوره. انا مش قلت لك كاميليا ملهاش غير الجواز؟ ده كلام حضرتك. واللي هيتنفذ؟ هيتنفذ ازاي يعني؟ هقول لك طبعا يا حبيبي، ما انت اخوها الكبير. المهم دلوقتي انا عايزك تستعد للسفر، لأني كلمت عمك وقال لي إنك ممكن تسافر تاخد الثانوية العامة هناك و... بابا أنا أنت إيه؟ أنا عايز أبقى صريح مع حضرتك وأقول لك. عايز تقول إيه؟ بابا أنا ماليش في المذاكرة ومش هبقى دكتور. إيه؟ أنت أكيد بتخرف. ليه بس يا بابا؟ هو اللي بيقول الحقيقة يبقى بيخرف؟ اللي يهد كل اللي أنا ببنيه يبقى أكيد بيخرف أو اتجنن. يا بابا أنا أنت تنفذ اللي أنا عايزه بس، لأن أنا بس اللي عارف مصلحتك كويس، والحلم اللي عشته طول عمري أحلم بيه لا يمكن هفرط فيه. سامع؟ والعريس جاي بعد اسبوع. عريس مين بقى ان شاء الله؟ عريسك يا كاميليا. ايوه يعني اللي هو مين؟ انا ما اعرفوش، لكن ابوك يعرفه كويس وهو شايف انه عريس لقطه ومستقبلك معايا. لا انا مستقبلي اخترته خلاص. اوعي تقولي هشام، ابوكي مش هيوافق. هشام ايه بس؟ انا مستقبلي في العلم، اني احقق حلمي، اني اكون الدكتوره كاميليا. ويا ريت بقى بابا ينسى حكايه الجواز دي خالص، زي ما انا كمان هنسى الكلام اللي حضرتك قلتيه دلوقتي. كاميليا هو ده رايك؟
وانا اللي هقوله لبابا بنفسي. تقولي له ايه بس؟ هقوله ليه يا بابا؟ ليه كده يا بابا؟ ده انت اللي غرست العلم فيا، ده انت اللي صرفت عليا لحد ما خلتني اخد الثانويه العامه وباعلى الدرجات. ليه يا بابا كده؟ ده انت اللي ياما حلمت معايا، ده انت اللي ياما قلت لي نفسي اشوفك دكتوره يا كاميليا. ايه بس اللي غير افكارك يا بابا؟ بلاش تتكلمي معايا. امال مين اللي هيتكلم معايا؟ انا اللي هكلمه. انا لا يمكن اسيبه يحرمك من الحلم اللي عشتي عشانه طول عمرك. معقول يا عاطف؟ معقول مش هتيجي ولا هتجيب لي المسرحيه عشان اقراها؟ خلاص يا منال، ما بقاش له لازمه الكلام ده. انا لازم من النهارده اركز في دراستي وفي الهندسه وبس. كوني ان اكون مخرج او مؤلف خلاص، ده امل ولازم يموت جوايا. لا يا عاطف، الامل مش ممكن يموت. عموما نتكلم يوم الجمعه في بيت جدي. مع السلامه. هي امل مش جايه ولا ايه؟ ولا عاطف. طيب ليه؟ ليه دي بقى بطول شرحها. يعني ايه تقدم لك عريس؟ تخيل. لا وايه كمان؟ بابا عايزني اقعد في البيت وما كملش تعليق. ده كلام فارغ، انا مش ممكن اوافق عليه. ما توافقش عليه يعني ايه؟ طب تقدر تقول الكلام ده لبابا؟ طبعا اقدر اقوله له. وهتقول له بقى ان شاء الله بصفتك ايه؟ هقول له لا، انا لازم اتصرف، لازم يبقى ليا صفه. تفتكر ان ممكن يكون لك صفه وانت لسه ما كملتش دراستك؟ صفه مش صفه، انا لازم اتصرف. اقفلي دلوقتي. مع السلامه. أنا مش ممكن أسمح لأي حد يحرمني من أي حلم أنا بحلمه، لازم أحقق حلمي. أبي عادل. مالك رشاد؟ في إيه؟ أنا عاوز أتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع مهم؟ قول يا حبيبي. فضفض. كاميليا. في إيه يا كاميليا؟ أنت عايزة إيه؟ ولا حاسه بايه؟ يا كاميليا قدامك مشوار كبير قوي، ركزي ركزي في دراستك ودراستك وبس. شوف يا هشام، الفرق اللي بيني وبينك في السن مش كبير، لكن انا خبرتي اكتر منك شويه. ازاي؟ من الطبيعي انك تمر بالمشاعر والاحاسيس دي، لكن اللي مش طبيعي انك تسيب المشاعر دي تتضخم لدرجه انك ما تبقاش قادر تعرف الصح فين. انا مش قادر احدد الصح. ايوه، لانك اول ما عرفت ان كاميليا جالها عريس قررت انك تتقدم لها وتروح تخطبها. انا كنت مقرر ده من زمان، من قبل ما يظهر العريس كمان. اسمع يا هشام، جزء كبير من مشاعرك ناحية كاميليا كان بحكم جيرة، وبحكم ان انتوا شبه متربيين مع بعض، وده ولد بينكوا نوع من الألفة والتفاهم. بس انا استنى لو سمحت يا دكتور هشام، اسمع كلامي للآخر. اتفضل كمل. اما بالنسبة لكاميليا بقى، فكان في شيء تاني. كاميليا كانت بتشوف فيك صورة الأخ اللي هي كان نفسها فيه، واللي ما قدرش كمال أخوها يحققه لها، وده لأن هي كانت دايما متفوقة عليه في الدراسة، كمان ما كانوش على وفاق مع بعض، فبقيت انت الاخ ده. واللي صور لها خيالها في وقت من الاوقات ان دي معزه. يعني ايه؟ يعني استنى على الاقل شوف هي هتقبل العريس ده ولا هترفضه. يعني لو رفضته تبقى عايزاني؟ لا طبعا. امال ايه تاني؟ شوف يا هشام، انت وكاميليا داخلين على طريق جديد، مرحلة الجامعة ووداع الحياة المدرسية والزي المدرسي، وحياة جديدة بملابس جديدة ملونة ومختلفة بس فيها البلطو الأبيض. وهتبقى أنت وكاميليا مع بعض مش في التليفونات، وكمان كاميليا هيبقى قدامها 100 هشام مش هشام واحد بس. قلت لك خلي رأيك لنفسك، مش عايز أسمعه. واللي عايز عشان ابنك ده لا يمكن هيتحقق. جرى إيه يا سي محمود؟ هو أنا قلت إنه هيتحقق، بس يعني كنت نفسي أقول له. ايه ده؟ ايه؟ هشام ريحة شياط. شياط؟ يا لهوي، ده انا نسيت الاكل على النار. يا سلام على قلب الامهات، حنين ورهيف زي ورق الشجر. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، روز شياط.
ياخد الخيمة. ولا يهمني، كله فتح سين. شهدت الأكل يا استانم. أنا مش عارفة إيه اللي خلاني أنسى، إيه اللي واخد عقلي ويخليني بنسى على طول كده. مش عارفة مين اللي واخد عقلك؟ لا مش عارفة. آخر العنقود المحروس بسلامته سي حسين، اللي فلقى دماغي بيه من ساعة ما جه وقال الكلام الفارغ. من ساعتها وحضرتك ما بتناميش بالليل وسرحانة طول النهار، ومفيش على لسان غير حسين حسين. يا سي محمود، ده ابني وقلبي عليه ولازم نساعده. ساعديه انت، لكن انا لا لا. طب ما هو اصل لا اصل ولا فصل. ويكون في علمك اليومين اللي فاضلين من عمرنا ما يستحملوش الخنقه. بعد ربنا ما يفتكرنا الشقه قدامه يعملوا فيها اللي هم عايزينه، مش حسين لوحده لكن كل ولادنا. يا اخويا الف بعد الشر، ايه بس لازم الكلام ده؟ اعمل ايه؟ ما انت مش عايز تبطلي زن. يا سي محمود، هي كلمه واحده بس، اسمعها عشان خاطري. نعم. مش احنا نقدر نفتح شباك في الاوضه الجوانيه؟ زينب، ما تفوريش دمي وتفلعي دماغي. لازم تفهمي انا قاصد ايه بالظبط. يقطعني يا سي محمود، يقطعني اذا كنت قصدي ان انا ازعلك ولا اضايقك. طب اهدى بس، انا اهو هسمعك وهفهم اللي انت عايز تقوله. عايز ايه؟ الحكايه مش حكايه شباك ولا بلكونه يا زينب، لا. الحكايه ان ابني لازم يفوق وينزل على الارض ويعرف ان مش من حقه ان ياخد حق غيره، ومش عشان يحقق احلامه يدوس على احلام الناس. عارفه يا سي محمود عارفه، بس اعمل ايه في قلبي اللي وكلني عليه؟ حطي على قلبك حجر وفضيها سيره بقى، سيبيه يتصرف هو في حياته. روحي شوفي مين. المره دي بقى هخش انا اعمل لك اكل بدل اللي شاط، وتشوف انت مين. زينب. نعم. انت بتعصي اوامري؟ يا ريت نقدر اعصى اوامري. يا صباح الفل والياسمين والورد كمان. اهلا يا صادق، اتفضل. اعملي شاي يا ام مصطفى. حاضر. خلاص. خلاص يا استاذ محمود، سمعت كلامك وقدمت في مدرسه نحو الاميه. اسمها محو الاميه يا جاهل. فانا خلاص بقى مش هبقى جاهل ولا حاجه، من يوم السبت اللي جاي ان شاء الله هروح المدرسه، وبعد كده ابقى اجي لحضرتك تديني درس، وكلها شهر ولا اتنين ابقى عالي العال واتعلمت. عشان ده يحصل يبقى لازم تذاكر ليل مع نهار. بس معايا اول يوم بس، ما تسيبنيش اروح لوحدي بنكسر. اعمل لك ايه يعني؟ تيجي معايا يا استاذ محمود، انا حاسس كده اني هنكسف اخش المدرسه لوحدي، وجايز المدرس يضربني. خلاص انا هاجي معاك. حقيقي بجد؟ بس عارف انا هاجي معاك ليه؟ ليه؟ عشان لما تغلط هخلي المدرس يعبطك. عارف انا يا اسامه انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه بقى؟ ان بابا يشترك لنا في النادي ده كله ولا في كل الفرق اللي فيه. تلعب في كل الفرق اللي فيه؟ كل الفرق، كوره، طايره، باسكت، وفرقه التمثيل كمان. لا انا بقى كفايه عليا فرقه التمثيل. استاذ عمر وعدني ان هنضم لاول مسرحيه هتتمثل في النادي. استاذ عمر، ازيك يا استاذ عمر؟ ازي حضرتك؟ الاستاذ عمر رئيس اللجنه الثقافيه في النادي. سامح ابن خالد، هات كرسي. اتفضل يا استاذ عمر، اتفضل. ابسط يا عم، حطيت اسم الفريق التمثيل. متشكر قوي قوي يا استاذ عمر، اخيرا همثل. هو حضرتك عايز مسرحيه؟ هو انت عايزه عندنا هنا في النادي؟ لا ده سامح ابن خالتي، ده ضيف معايا النهارده. وعندي مسرحيه كويسه جدا، اخويا الكبير عاطف هو اللي كاتبها. اسمه عاطف؟ اصل عاطف ابن خالي بيكتب مسرحيات، واحنا بقى ساعات بنمثلها. فين؟ في البيت. طب ما تعرفني بيه، ويا ريت يجيب المسرحيه معاك. خلاص يا استاذ عمر اتفقنا، بكره عاطف المسرحيه هيكونوا عندي. اهلا يا خف، اهلا يا زور. خد ايه؟ عندي لك حته خبر. ايه ايه؟ المسرحيه بتاعتك مالها؟ هتتعرض في النادي. لا يا بابا، ما هو الفضول اللي فيك ده مش هتبطليه. عايز اعرف. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ على الكلام ده عشان بابا. طب امشي امشي.
مساء الخير. مسرحيه ايه؟ هو انت ما تعرفش يا مصطفى ان ابنك عاطف بيكتب مسرحيات؟ لا ما اعرفش. يا واد يا سامح، لو كلامك ده حصل ده انا ممكن اطير من الفرح. ان شاء الله هيحصل، بس بشرط يا عاطف تخلينا اشتغل معاك في المسرحيه. المهم تتمثل وتطلع كده واشوفها بنفسي على المسرح. يا لو ده حصل يا هشغلك معايا. تشتغلي معايا ايه؟ اي حاجه، مكياج، ديكور، ملابس، اي حاجه. ماشي انا موافق. ايه مالك يا صاحبي؟ ايه بقى من ساعة ما قعدنا وانت ما نطقتش ولا كلمة ولا نكتة واحدة؟ ودي مش عوايدك بقى وكمان ايه كمان؟ في ايه؟ احنا اصحابك من حقنا نعرف في ايه. اما انا اعرف في ايه بقول لكم ايه؟ في ايه يا ابو كمان؟ بص سلمى جاية هناك اهي، مش عايز اشوفها. معقول؟ مش عايز اشوف حد خالص. الله الله الله، جرالك ايه يا ابو كمان؟ انا عايز اقعد لوحدي. طب ايه رايك لو غيرنا جو النادي ده وخرجنا من هنا؟ نروح فين؟ نخرج نتمشى بالعربيه شويه. يلا يلا يلا. مساء الخير. مساء النور. كمال فين؟ في اوضته. نايم؟ لا. يبقى اكيد صاحي. برضه لا. يعني ايه؟ ابنك من ساعة ما جه من بره قافل على نفسه الباب، لا بيكلم حد ولا عايز حد يكلمه. يبقى بيفكر. يبقى اكيد اقتنع وهيسافر عند عمه. لا يا فتحي. لا. ابنك مش بيفكر ولا حاجة. امال ايه؟ ابنك زي ما يكون تايه وحزين. طيب يا الطاف، روح اعملي لي كوباية شاي وانا هشوف الحكاية دي. حاضر. كمال تعال يا حبيبي. ايوه بابا. تعال. اخبارك ايه؟ طمني عليك. ان شاء الله تكون اقتنعت وهتسافر عند عمك عشان تاخد الثانويه العامه من هناك. ايوه بابا، هسافر زي ما حضرتك عايز. يعني خلاص اقتنعت؟ ما دام ده راي حضرتك يبقى انا مقتنع. يعني يا ابني هتحقق لابوك الحلم اللي طول عمره يحلم بيه. أنا تحت أمرك يا بابا، وتحت أمر حلم حضرتك في مستقبلي. ربنا يوفقك يا ابني. أنا خلاص حلمي في مستقبلك ضاع من يوم ما اتجوزتي سحسين بتاعك ده، واستعوضت ربنا فيكي. واللي حصل بالظبط زي ما أنا كنت عارفة. كنت عارفة وحاسة إن هو طمعان فيكي، وقلتلي يا ماما. يا ماما حسين مش طماع، هو بس طول عمره بيحلم انه يبقى صاحب شركة سياحة ونفسه يحقق الحلم ده. يحلم بعيد عننا. ويكون في عينك انا لا يمكن ابيع الفيلا اللي انا عايشة فيها عشان انتي تاخدي حقك. انا ما قلتش كده يا ماما. امال قلتي ايه؟ خلاص خلاص ولا حاجة. ولا حاجة ليه؟ مكسوفة تقولي يا ماما بيع الفيلا عشان ادي فلوسها لسحسين يحقق بيها احلامه على حسابك؟ مش ضروري تبيعي الفيلا يا ماما، لكن يعني ممكن لو بعتي، لو يعني معاكي فلوس يبقى. بس ما تكمليش. حتى لو كان معايا انا لا يمكن اسمح لابن عبد الراضي ان هو يلوي دراعي وبعد كده تجيلي تعيطي. لا فوق يا تهاني، كفايه ان انا مستحمله نظره الحزن اللي في عينيكي وانتي صابره وساكته. لا يمكن اسمح له ان هو يعذبك اكتر من كده. ايه يا ماما في ايه؟ مش عارفه في ايه. تعالي شوفي اختك بتقول ايه. خلاص خلاص يا ماما اعتبريني ما قلتش حاجه. ايه بس يا تهاني في ايه؟ ما كمان يا ماما مش معقول حضرتك عماله تجرحي فيها من يوم ما جت عشان تفوق وتنسى انها متجوزه لاسمه حسين ده خالص، وتطلب منه الطلاق كمان. يا ماما بلاش تقولي الكلام ده. حضرتك عارفه ان تهاني بتحب جوزها. بس هو ما بيحبهاش. لو كان بيحبها صحيح كان رفع سماعة التليفون وسأل عليها أو سأل على أولاده، لكن لا
هو قاصد يلوي دراعها عشان تبيع نصيبها وتديله الفلوس. ما تعيطيش يا ماما. لما يا ماما نقوم نروح لبابا. لا يا حبيبي لا. بابا ما سألش فيه. بس بابا وحشنا قوي. وحشتوني يا ولادي. لا مش هتكلم اذا حققت الحلم بتاعي. وانت لما تحلم انك تبقى صاحب شركه سياحه وانت معكش من حقها 10 قروش يبقى الحلم ده مستحيل. مفيش حاجة اسمها مستحيل وهيحصل بإذن الله. بصراحة أنا لغاية دلوقتي مش قادر أفهم منك يا حورية. الله جرى إيه يا فتوح يا أخويا؟ كل اللي أنا عمال أقوله لك ده من الصبح ولسه برضه ما فهمتش حاجة. لا ما فهمتش حاجة. معناته إيه قد للجدع اللي اسمه حسين ده 100,000 جنيه؟ بقول لك إيه؟ لما تقابل سناء ولا تقابل حسين دوت إيه استفهم منهم يا أخويا بقى واسمع. طبعا هستفهم منه واسمع. هو السبع بفلوس؟ لا على الاقل الواحد يتسلى. شفتي اهو كنت هتنسيني الموضوع اللي انا جايلك علشان. موضوع ايه يا اخويا كفلا الشهر؟ انا جايب للبت سناء حته عريس. انما ايه بجد يا فتوح؟ امال بهزار. وده عباره عن ايه يعني؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا ست؟ عباره عن راجل طبعا. يو ما انا عارفه ان هو راجل، بس انا بس عايزه افهم يعني بيشتغل ايه، سنه قد ايه، عنده اخوات، عنده بيت، عنده عيال، مطلق ولا يعني قول لي بس عباره عن ايه. تاجر سيراميك وقشاني، تاجر كبير قوي وعنده معرض كبير قوي وبتعامل معاه واعرفه من زمان. ها وسنه يطلع قد ايه كده يا فتوح؟ عنده 40 سنه، 39 حاجه كده يعني. لا ده يبقى كبير على البت يا اخويا. جرايه حريه انت ناسي انا بنتك كانت متجوزه قبل كده وبعدين ده عريس بشوك ولسه ما دخلش دنيا وبنتك هتبقى اول دنيته. وعارف انها كانت متجوزه قبل كده وموافق ومستعجل. هقول لها بس اياك توافق. بقول لك ايه، انا عملت اللي عليا. قبل كده واحد اتقدم لها قالت ان عنده عيال. ما عندها حق برضه يا فتوح. عندها حق ولا ما عندهاش؟ اهي المره دي بقى ملهاش حجه، ده عريس مخلص. اسيبك انا بقى دلوقتي عشان اشوف شغل. يوب ما ده كلك لقمه معانا يا فتوح. بعدين بعدين. سلام. طريقك اخضر ان شاء الله وازرعي يا حبيبي ويهديك يا رب. يهديك يا سناء يا بنتي وتوافقي.